بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المواطنون، أيها الصحفيون، مرحبا بكم في النقطة الصحفية ليوم هذا، يومنا هذا، حول جائحة كورونا. ونسجل فيها 200 وحالة جديدة واحدة، يعني 200 وحالة واحدة جديدة، من بينها 200 حالة مخالطة، حالة واحدة مجتمعية. كما نسجل 123 حالة شفاء ولله الحمد، ونأسف على سقوط شهيدين. نسأل الله العلي القدير أن يكرم مثواهما وأن يبارك في ذويهما من بعدهما. وهكذا يكون عدد الإصابات منذ بداية الجائحة وصل إلى 2424 حالة، من بينها 2346 حالة مخالطة، 68 حالة مجتمعية، 10 حالات وافدة، و550 حالة شفاء، و97 وفاة. يرحم الله الجميع وليشفي جميع المرضى والمصابين. الحالات النشطة لهذا اليوم يبلغ عددها 1777، من بينها 1624 حالة بدون أعراض، 145 حالة لديها أعراض خفيفة، وثماني حالات تحتاج رعاية. أما بالنسبة للفحوصات فأجري منها اليوم 2329 فحص، من بينها 227 فحص للمتابعة و2102 فحص للتشخيص. تتوزع على النحو التالي بين الولايات: 1421 من ولايات نواكشوط الثلاث، 72 من الحوض الشرقي، 70 من أدرار، 230 فحص من الأعصابة، 9 فحوص من البراكنة، 39 من قرقل، 41 من قديماقة، 91 من الحوض الغربي، 19 من إنشيري، 6 من نواذيبو، 9 من تقانت، و95 من تير الزمور. أما الحالات الجديدة فتتوزع على النحو التالي بين المقاطعات: أطار حالتان، قرو حالة واحدة، كنكوصة حالة واحدة، كيفا ثماني حالات، كيهيدي أربع حالات، سيلي بابي خمس حالات، باسكنو ثمان حالات، جيقني ثلاث حالات، دار النعيم تسع حالات، تيارت 25، توجونينا 28، لقصر ثلاثة حالات، السبخة حالتين، 34 حالة في تفرق زينة، 49 في عرفات، 4 في الميناء، و4 في الرياض، و11 في زويرات. شير سيتوين، شير جورناليست، bienvenue au point de presse de ce jour, au cours duquel on a noté 201 nouveaux cas, dont 200 cas contact et un cas communautaire. On note également la guérison de 123 personnes qui étaient suivies, et on déplore deux décès, yarhamuhumullah. Ainsi, le nombre de cas enregistrés depuis le début de la crise a atteint aujourd'hui 2424 cas, dont 2346 cas contacts, 68 cas communautaires, 10 cas importés, et on a enregistré jusqu'ici 550 guérisons et 97 décès. Yarhamullah al-jami' wa li yashfi jami' al-mardah. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 1777,
2624 sans signes, 145 avec des signes légers et 8 d'entre eux nécessitent un suivi plus rapproché. Quant aux tests de dépistage, on en a effectué 2329 au cours des dernières 24 heures, dont 227 tests de suivi et 2102 tests de diagnostic, qui se répartissent ainsi qu'il suit entre les régions. 1421 dans les trois régions de Nouakchott, 72 au Houd Sharqi, 70 à Nadrer, 230 en Nassaba, 9 au Brakna, 39 au Gorgol, 41 au Guédimou, 91 au Houd Larbi, 19 au Brakna, 6 à Nouadibou, 9 au Tagan et 95 au Trarza. Les nouveaux cas proviennent des Moukataha ainsi qu'il suit. 2 de Ladrar, 1 cas de Gerou, 1 de Kankosa, 8 de Kifa, 4 de Kayedi, 5 de Selibabi, 8 de Basknou, 3 de Djigani, 9 de Dar Naïm, 25 de Téharit, 28 de Toujounin, 3 d'Iksar, 2 de Sebkha, 34 de Tevraq Zena, 49 d'Arafat, 4 d'Elmina, 4 de Riyad et 11 cas de Zouerat. وأشكركم ويتجدد لقاؤنا غدا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله. إذن كنتم مشاهدينا الكرام تتابعون معنا وقائع المؤتمر الصحفي الذي يستعرض الحالة الوبائية لكورونا خلال 24 ساعة. طبعا مدير الصحة العمومية أعلن عن تسجيل 200 وإصابة واحدة، يعني 201 حالة جديدة، كذلك تسجيل 123 حالة شفاء، وللأسف حالتي وفاة، نترحم على أرواحهما. هذه 200 مخالطين وحالة واحدة مجتمعية. من وصلنا جميع الحالات في البلد منذ مارس إلى اليوم إلى 2424 حالة، وكذلك 550 حالة شفاء، وللأسف 97 حالة وفاة. إذن نترحم على أرواح هؤلاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا بلادنا كل مكروه، وأن يرفع عنا هذا الوباء، وأن ينعم بالشفاء على المرضى والمصابين به. نواصل هذه النشرة مشاهدينا الكرام. شارك وزير التجارة والسياحة